بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن العظيم، وهي مدنية، وفيها إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا معاملات مالية مؤجلة إلى أجل أن يكتبوها، فذلك أحفظ لمقاديرها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد أشار المولى سبحانه في آخر الآية إلى ذلك فقال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. والآية الثانية آية الرهن، والرهن يكون حيث لا يوجد كاتب أو وجد الكاتب ولم توجد أدوات الكتابة من قرطاس وأداة ودواه وقلم، فكأن المعنى فليكن حينئذ بدل الشاهدين رهان مقبوضة في يد صاحب الحق ضمانا لحقه عندما يحين حينه ويأتي أوانه. ولما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأولى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قال جل جلاله في الآية الثانية: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ذلك أن المعاملات المالية مما يتكرر بين أفراد المجتمع البشري في ليله ونهاره، في صباحه ومسائه، في غدوه ورواحه، فكان لابد من التوثيق لهذه المعاملات مرة بالشهادة ومرة بالكتابة ومرة بالرهن ومرة بالضمان، وكان لابد من النهي القاطع عن كتمان الشهادة، فبكتمانها تضيع حقوق وتضيع أموال وتضيع مقدرات وتنتهك حرمات. ومن هنا عدها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، عدها من أكبر الكبائر، فقال: من أكبر الكبائر الإشراك بالله وشهادة الزور وكتمان الشهادة. ومع أن الشهادة إنما تكون باللسان يشهد بما شاهده صاحبه وعاينه من أمور وأحوال وكتابات وما إلى ذلك، فإن إثم كتم الشهادة يبوء به قلب كاتمها. ذلك أن القلب رئيس الأعضاء، وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة إذا كتمت الشهادة بأن طواها صاحبها في قلبه ولم يحدث بها الناس، كان الفعل وكان الإثم
مقترفا مكتسبا بقلب الإنسان، وإذا أثم القلب أثمت جميع الجوارح. من هنا كان التعبير في القرآن العظيم: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فكأنما الآية تقول: أيها الكاتم للشهادة، اعلم بأن قلبك آثم، وإذا أثم قلبك أثمت جميع جوارحك. وأيضا فإن أصل الحسنات في اكتسابها والقيام بها وتحصيلها راجع إلى الإيمان بالله، وإن أصل السيئات في اقترافها واجتراحها واجترامها راجع إلى الكفر والعياذ بالله. والكفر والإيمان عملان من أعمال القلب دون الجوارح، فإذا ما نسب ذلك إلى القلب بأن عمله فيه إيمان كان قلبا صالحا، وإذا ما نسب إليه بأن عمله فيه كفر أو كتمان للشهادة أو ما إلى ذلك كان من الإثم بمكان. ومن هنا كانت الشهادة لا بد أن تبلغ وأن تقال، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: أريد أن أشهد. فقال: ترى الشمس طالعة؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، يعني اشهد الشهادة الحقيقية. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والسلام.